أهم كثيرة تم التخطيط لها هنا. أسرار كثيرة تنام في هذه الزوايا. في كل مكان ترتاح أوسمة، كؤوس، ميداليات، صور، ملفات وأسماء وأرقام. إنها قصص من مجموعة قصص أبي صناعة الإعلان والإعلام في الشرق الأوسط أنطوان شويري. من بشر المحروسة بالقداسة وأرز الرب وجبران ووادي قديشة، انطلق أنطوان شويري إلى العالم حاملاً أحلام شاب يريد أن ينجح في عالم الأعمال والأعلام والإعلان. من كان يعلم أن الانطلاقة عام 1970 ستكون باباً واسعاً نحو إنشاء أكبر إمبراطورية إعلانية في الشرق الأوسط، وتفتح معها لأنطوان شويري أبواباً جديدة للإعلام والاقتصاد والتجارة، وصولاً إلى الرياضة والعمل الاجتماعي والإنساني ضمن ثوابت وطنية راسخة. وللبداية قصة وراء كل رجل عظيم امرأة. إنها روز، شريكة حياته والأحلام والإنجازات ووردة الأيام الصعبة. كان عمره هو 18 وأنا عمري 13. كان هو عنده فرقة فوتبول بحي الحكمة، وأخويا عنده فرقة بمرمتر، عم بيلعبوا ضد بعضهم. بعدين صاحبوا كتير هو خيي، وصار يجي عطول عنا ويدق أكورديون، وهيدا حبيته. كان عمري 13 سنة، وأهلي كتير صاروا يحمقوا علي، وهيدا بيجي بقلوا لخي ما بقى تحمقوا علي لأنه أنا بحبها. البابا جن أنه كيف بقى بكوتشوفال بالمدرسة كيف هيك، قال له مش هلأ بدي أخدها، بأخدها بس تخلص علماتها. وهكذا كان لتبدأ بعدها درب النجاح جنباً إلى جنب. أنطوان وروز مع تأسيس أول شركة رجي للإعلانات في لبنان تحت اسم رجي جنرال دو بريس. مع اندلاع الحرب في لبنان عام 1975 واضطرار الشركات الإعلانية والإعلامية لنقل مكاتبها إلى خارج لبنان، انطلق أنطوان شويري عام 1978 نحو فرنسا ليبدأ رحلة تسويق إعلانات مجلة الوطن العربي ومجلة المستقبل، ثم إلى لندن لتسويق إعلانات مجلة الحوادث. سألني أنت فيك تدير بيروت وأنا فرنسا؟ قلت له إيه، يعني أول شيء ما قدرت ضخامة القصة. ولكن رغم البعد والصعوبات كرت السبحة وصارت الأنظار إلى الخليج. قرأ أنطوان شويري المستقبل هناك. عام 1983 بدأ العمل في المملكة العربية السعودية عبر اقتراح فكرة جديدة لتضمين الإعلانات بأشرطة فيديو بدلاً عن إعلانات السينما، وهكذا ولدت شركة فيديو فورس عام 1984. تطلع مع أنطوان فكرة إنه شو في رايج بالسعودية مثل رايج الفي اتش اس بهذيك الأيام، كان في شرائط الفيديو الفي اتش اس اللي هن أفلام. طلعت معه الفكرة إنه يحط إعلانات بقلب الفي اتش اس. نجحت الفكرة بشكل إنه انتهى أنطوان منتج، صار من أكبر منتجي الأفلام المصرية مثلا، لأنه من وراء هالفكرة اللي تطورت هيك صارت. بس لأعطيك نموذج كيف الإنسان ببلش بالمستحيل وبصير المستحيل بعدين هين وممكن بينما كان حدا شايفه غيره. أنطوان هو بآخر 40 سنة أو 45 سنة هو المهندس الأساسي لمصلحة الإعلام بالمنطقة كلها، وأنا برأيي لو ما وجود شخص مثل أنطوان شويري ما كان في مصلحة إعلام بالكبر اللي نحن موجودين فيه، لأنه كان الهاجس الوحيد اللي عنده إياه على طول تكبير الشريحة الإعلانية بالمنطقة. في ناس حطوا كلمة architect of the advertising industry of the Middle East، المهندس، مزبوط، هندسة، مزبوط، هذا كلام مزبوط، أنا عشته، بعرف عن شو عم بحكي. وكب الانطلاق في الخليج نقطة تحول كبرى في لبنان عام 1985 مع تأسيس شركة AVM لتسويق إعلانات محطة تلفزيون LBC المؤسسة اللبنانية للإرسال.
تعرفت على أنطوان بتلاقيه من الأساس إذا بدك بس تعرف عليه بتلاقيه شخص ملفت، لأنه بطريقة حكيه إمبوزان، عنده شيء هيك بتلاقي في شيء إجا وقعد أنطوان يعني. والال بي سي مثل ما بنعرف كلنا كانت نوع من حلم عم بيصير واقع بالنسبة لمهنتنا، لأنه احتكار الإعلان المسموع المرئي التلفزيوني كان تلفزيون لبنان وفقط. فكرة إنه يصير في تلفزيون تاني كان كأنك هلا عم تقول في كوكب تاني أو بلد تاني غير اللي أنت عايش فيه، هالقد كانت تبدو مستحيلة. كانت توأم LBC والشويري جروب عنواناً للنجاح الذي انطلق خليجياً على المستوى التلفزيوني الفضائي، حيث وسع أنطوان شويري عمليات AVM وخلق ميديا سات في دبي لتسويق إعلانات LBC سات في الخليج عام 1996. كان إيش قدامه أو كان عنده التطور أو إيش هالنظرة أنه الخليج رح يكون يوماً ما رح يكون شغلة كتير مهمة الخليج؟ لما LBC سات أو LBC المؤسسة الميديا إرسال LBC طلعت على الفضاء، هذا كان أكبر تشالنج، ما بدي أقول مخاطرة، كان إذا ما عملت هيك بتموت. إيه بالنسبة له كان أنه متشي ولد صغير جاي عم بيخلق عن جديد، يعني إذا بتشوف التسجيلات تبع يوم أول ساعة بس للLBC سات كان أنطوان موجود هون ووجهه كيف التعبير عليه من هونيك لحظة سعادة كتير كبيرة. وتتابعت مسيرة النجاح في لبنان مع تأسيس عدة شركات للصحف والمجلات المكتوبة: النهار، السفير، لوريان لجور، ريفو دو ليبان، نون، وكوميرس دو ليفان. الأحداث والحرب اللبنانية ما عاد في قراء، ما عاد في شغل، ما عاد في شغل. تعرف إنه صحيفة ما بتعتمد فقط على البيع، بتعتمد على الإعلانات أكثر شيء. إعلانات ما عاد في إعلانات، فلست تقريبا، ما عاد تقدر تستمر. بيقولوا وقتها غسان طويني الله يرحمه هو بيير إيدي، قال نحن ما بنقدر نكفي. عم يحكوا معي، قلت له ليه ما تكفوا؟ انا شيء عملي كفي. حرام هيدي الصحيفه، صار اساسي من سنه 24. قالوا اذا بدك نبقى ناخذ حصه صغيره معك اذا بدك تمشي فيها انت. قريت انا حكيت مع أنطوان، قال لي أنطوان انا بدخل معك. تلفزيونيا اضافه الى LBC تم تاسيس ريجي فيزيون لاعلانات تلفزيون لبنان. أما على صعيد الإذاعات فأنشئت شركة إنتراديو لإدارة وتسويق إعلانات عدة إذاعات عاملة على AM والFM. تجارب مبهرة ساهم بنموها، لبل أكثر ساهم بصياغة أنظمتها وقوانينها. شاطر، جدي، بيعرف شغلته، بيعرف كيف بده يتعامل معه. انطباعي الأكثر كشفت فيه جانب إنساني بعتز بكل علاقتي فيه، لبل بقول يمكن من أفضل العلاقات اللي عملتها بحياتي كانت علاقتي مع أنطوان شويري. هذه الوسائل الإعلامية التي أدار إعلاناتها أنطوان شويري احتلت المراتب الأولى في لبنان والعالم العربي الذي كان على موعد دائم مع مفاجآت أنطوان شويري لإعلامه إذاعياً وتلفزيونياً، لوحات إعلانية وصحافة مكتوبة. النجاحات المتراكمة للشويري في لبنان والعالم العربي دفعت بصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان لتأسيس الشركة الوطنية مع أنطوان شويري لإدارة جميع المؤسسات التابعة لشركة تهامة، وأبرزها جريدة الحياة. ووسط النجاح المبهر أسس شركة ميمز لتسويق وسائل مؤسسة دبي للإعلام. ونظراً لدورها الكبير وقوتها كنقطة ارتكاز في الخليج، نمت مجموعة الشويري لتصبح أكبر شركة تسويق إعلانية في الشرق الأوسط مع تأسيس أرابيان ميديا سيرفيسز عام 2005، وليتوج العمل مع امتلاك الحق الحصري لإعلانات مجموعة MBC.
التطور صار بالام بي سي هي وليد بتصور وقته أنطوان شويري أو شويري جروب كشويري جروب كان هو الجروب الأقوى في اعتماد أو بيع الوسائل الإعلانية في المنطقة، وكان بديهي جدا إنه التلفزيون الأول في المنطقة إنه يكون على تواصل أو تعاطي مع الإنسان الأقوى في على الأرض. اتفقوا أو نحن وياهم يعني اثنين كومبيتيتور، وتغير السوق الإعلاني بالمنطقة العربية رأسا على عقب. لو صار في عندك ايه صار في نظمة. وتوسعت الشركات وكبرت وصار في كل بلد أكثر من شركة لأكثر من وسيلة إعلامية. أكثر من 45 عاماً قطعها أنطوان الشويري في مشوار بناء إمبراطورية ليست لها حدود ولا آفاق، مجموعة رائدة في صناعة الإعلام والإعلان تسوق أكثر من 50 وسيلة إعلامية محلية وإقليمية من خلال مكاتبها المنتشرة في منطقة ميناء، أوروبا، تركيا واليابان. يقوم نجاحها على الثقة المتبادلة والعلاقات المهنية وجسور التواصل والمصداقية التي بنتها مع المؤسسات الإعلامية من جهة والوكالات الإعلانية والمعلنين من جهة أخرى. التألق في الخارج لم ينسي أنطوان الشويري أحلامه في الداخل اللبناني. كانت للشويري ثوابته لوطن سيد وحر ومستقل، وطن يفتخر به أبناؤه وشبابه واغترابه. كان شويري يعتبر الرياضة مكاناً يمكن من خلاله للشباب اللبناني أن يعبر عن نفسه وأن يحقق إنجازات، وهكذا كان. دعم أنطوان الشويري من دون حدود وبلا حساب الرياضة ورفعها عالياً مع بطولات الحكمة لبنانياً وعربياً ودولياً. فينال بطولة الأندية الآسيوية بغزير عم نلعب بالفينال، ولبنان كان نادي الحكمة متقدم بأول قسم من البطولة بفرق نقطة لقدام، فرق نقطة. فبيعيط لي أنطوان بيقول لي بيير ما بعرف شو بدي قلك، هيدا نحن ما بحياتنا وصلنا لهون، ما بحياتنا فريق لبناني وصل لهون، ما مفروض نحن إلا ما نطلع ربحانين. الإنسان اللي بيكون بنص المباراة عم يفكر بالعالم، عم يفكر بلبنان، ما قال لي أنطوان شويري يربح، قال لي لبنان والعالم لازم نربح. هيدا إنسان أكيد بيضحي بالغالي وبالرخيص وقت بيحكي معك بالكلام. كانت يد البريزيدان أنطوان الشويري ممدودة للرياضة، وكان هدفه الوحدة وفوزاً يرفع اسم لبنان عالياً. من ينسى هذه الصورة؟ كان البريزيدان يقطع كل رحلات العمل ليكون مع اللاعبين ومع الإداريين دعماً لهم. أنا بتذكر كنا عم نلعب بطولة آسيا بالشارقة، كنا داون باي وان خسرانين فرق نقطة، برمت على المنصة الاكسبريشن تبع أنطوان شويري بوجهه بإيديه كيف كان، فتت على الفري ثرو عم شوتهم كان عم بتدرب. يعني ما ممكن تبرم تشوف أنطوان شويري راكع على اجريه، حاطط ايده على الدرب، حاطط راسه على الدربزين، رئيس النادي اللي هو كان بيضرب اجره بالارض بتهز لبنان كلها، تبرم تلاقيه بهالمنظر ما تنزل تربح له الجيم. أنطوان شويري حول اللعبه لقضيه، انما غيره عم حول القضيه للعبه. هذا شيء عن جد محزين، وهون بتحس انه يعانك يا أنطوان شويري. كما كان الشويري حارسا امينا لكرة السلة، كان حارسا للقضايا الوطنية الكبرى، قضايا الحرية والعدالة والسيادة.
قضايا الإعلام الحر وحرية التعبير كما الاقتصاد الحر، وهو من أجل هذه الغايات قاد أشرس المعارك دفاعاً عنها. بتذكر كتير منيح وقت اللي استشهد جبران كيف كان موجود وكيف كان بده إنه نكفي، وكيف كان يعني ما بنسى قدي كان واقف تبي روحي هون يتقلي ما تخافي وتحشي وعملي، والنهار هيدا النهار قدي إلى موقعة وإلى محلة بلبنان، وما لازم النهار مثل ما هن كان بدهم إنه يقتلوها. يعني بعتبر إنه هذا إنسان ما بيرجع مثله. أنطوان من الأشخاص يلي راهنوا علي قبل أن يصح الرهان، يعني بقول لك من أوائل الثمانينات قبل ما حدا يحس شيء هو حس. كان كتير بهمه لبنان كدولة ووطن، حد هيدي كان كتير بهمه الوجود المسيحي الحر، وبالتالي كان عطول يشتغل بهالبعدين، قلبه مع القضية، يعني عطول شو عم بصير بما يتعلق بلبنان وشو بما يتعلق بالوجود المسيحي الحر. الحقيقة أنا شخصيا بقول لك بكل صراحة بفتقد له مزبوط، لأنه ما ماني شايف حدا هيك بيتصرف مثله. هالقد عنده مصالح بكتير محلات، وهالقد بحب يكون صادق مع نفسه ويحب يكون نفسه على حساب أي شيء آخر. وإلى الحريات، لم ينسى أنطوان شويري العمل الإنساني والاجتماعي. كان عنده هم كيف الكنيسة بدها تساعد الناس المهمشين، وكيف الكنيسة بدها تخلق مشاريع لهالشباب والصبايا تيستمروا بلبنان. الحلو بأنطوان ما يطلب منك تيجي لعنده وتقول له بدي منك هالشي هيدا، كان هو يفرض حاله يجي على كاريتاس يقول شو عندكم مشاريع تندرسها سوا. أنا قاعدة عم بتفرج على تيليتون بفرنسا، وفجأة لقيت إنه هالشغلة مهمة كيف الناس بأوروبا بيساعدوا بعضهم. جبت أنطوان وقلت له يا أنطوان أنت بتعرف التليتون شو معنات التليتون؟ قال لي إيه، بدك مستعد أنا ساعدك، يعني هيك دغري. أما الكنيسة وهو ابنها فخصها الشويري بالاحترام والدعم وكامل الرعاية، وكانت اليد اليمنى التي لا تعرف ماذا تعطي اليسرى. ربنا بيعلمنا والمسيح بيعلمنا السخاء بدون حدود. بحقيقة عايشة كان أنطوان، وبدأ أرجع أقول مرة تانية إنه زوجته مكملة هالعمل زيته، وطبعا أولاده بعتقد تعزيتهم الكبيرة عن فقده لأنطوان هو إنه يجعلوه إنه وكأنه حاضر من خلال كل النشاط هاللي كان يعمله، وبعتقد كمان عم يتسع أكتر وأكتر، وأنا بعتقد هو من السماء بيكون كتير ببارك ومبسوط. أما الاغتراب اللبناني الكنز الضائع فقد عرف الشويري نقاط القوة فيه، وساهم مع ميشيل إدي في تأسيس المؤسسة المارونية للانتشار، وها هي شريكة حياته روز تتابع المشوار في المؤسسة. هواجس أنطوان كانت واضحة، أنه اليوم عندك دول إقليمية عم تصرف مليارات الدولارات لتزيد عدد الولادات بلبنان. اثنين، عندك كان المرسوم المشؤوم مرسوم التجنيس يلي غير وجه لبنان. ثلاثة، هي العمليات المشبوهة لبيع الأراضي وتوطين الناس فيها لكمان يغيروا وجه لبنان. كان مدرك تماما أن اللعبة الديمقراطية هي لعبة أرقام، ولازم نحن بأسرع وقت نقدر نسجل أكبر عدد من اللبنانيين موجودين بالانتشار، حتى الأهالي أو سكان لبنان الأصليين يكون لبناني ضل لهم. أكثر من 17 ساعة عمل في اليوم لم تثني أنطوان شويري عن الاهتمام بالعائلة، هو الذي لم يكن يعرف التعب. كانت العائلة كنزه الحقيقي. جد بفتكر ما بيخلق منه اثنين، يعني كانوا الأولاد بالنسبة لإله أولاد بيير أولادي ماشي، يعني مش ما بعرف إذا واحد فيه حب حدا قد ما كان يحبهم، يعني ماشي بالنسبة لإله مين ما كان فيه مين شو ما كان هم، وقت يشوفهم وصلوا يتغير وجهه ضحكته تكبر يفضلهم، يعني لو في أهم شغلة بالدنيا أهم بوقت اللي وصلوا خلص هن صاروا أهم شيء. بالقصص الصعبة والبشعة منقول يا ريت كان معنا تيعطينا رأيه تيساعدنا تيشدنا، وبالقصص الحلوة كان انبسط معنا لأنه تعب وزلمة تعب واشتغل وركض
وتعذب وحلم وبركي وصل لك كتير قصص هو كان جعبله يعملها، بس أكيد كان عنده بعد يعني أكيد كان جعبله يشوف هالولاد بمحل ما هلأ صاروا أو رح يصوروا، أكيد كان جعبله يقعد معنا بجنينة بعجلتون ما يعمل شيء يتصيد سمك. إنه كل هالقصص بقول أنا يا ريت شو عرفني، بس واحد ما في إيش بالياريت يعني، بركي عم بيشوفنا من محل منه عم ينبسط معنا باللي نحن عم نعيشه وعم يزعل معنا وقت بنزعل كمان شو عرف. عشية أصعب أيام لأنه كنا نقعد نحكي نتسير، ما كنا نتجر في 47 سنة قعدت أنا وياه مش هيكنا. دمعت لأنه بتذكر بقول له شو ما بدك بقى مثل ما أنت كان براسك تعمل عم كفي. يوم غاب أنطوان الشويري عن 69 عاماً بعد صراع مع المرض، شعر اللبنانيون بخسارة البريزيدان وكأن أرزة من لبنان هوت. أنطوان الشويري الذي لم يرغب يوماً بمناصب وهو الذي صنع بعضاً من أصحابها آمن بما حققه الكثير من الشباب ونظروا إليه كمثال ناجح، وكثر منهم كان قد ساعدهم ليصلوا إلى ما وصلوا إليه. رأى فيه الجميع رمزاً للقيادة والتحدي والعطاء والعمل الاجتماعي والإنساني. البريزيدان لم تخسره عائلته الصغيرة فقط، خسرته عائلته الكبيرة في إمبراطورية الإعلان التي بنى صناعتها بيديه وأحلامه وأفكاره وتخطت حدود بلدان العرب. رفاق الدرب في مجموعة شركاته الناجحة والذين تربوا على يديه، محبو الرياضة في لبنان، مناصرو القضايا الكبرى في لبنان من الحرية إلى الرغيف، كلهم خسروا أنطوان الشويري ومشوا معه تكريماً من بيروت إلى بشري حيث أراد العودة إلى الجذور، إلى هناك حيث ينام الأنبياء والقديسون. أنا بالنسبة لي الزيتون هي الحياة، هيدي تكملة الحياة أو الحياة بعدها موجودة. هاي الزيتونة فوق مكتب بي عمرها 74 سنة مثل ما عمره اليوم. يا ريتك حد تمسى تشوف شو صار من بعد ما توفيت، لأنه كمان نقل جروب من محل لمحل. فين نقول له أنه مرقت الشعلة ما تعطلها، الشعلة مكملة، أنه في بركته حد. في هيك أيام تحس أنه بيضوي لك ضوء، خلينا ننتبه على هالقصة من هون، شوفها من هالزاوية مش من هالزاوية. كيف ما تسأل كيف شو الخبرية بتصير ما بعرف، ما بدي أعرف، بس هيك بتصير. بقى I'm lucky. I have بسموه بالإنجليز I have a lucky star. عندي نجم حدة. بغياب أنطوان الشويري سقطت نجمة من بشري، لكن إشاعة البريزيدان مستمر في كل قصة نجاح في لبنان والعالم. نجاح وقعه أنطوان الشويري بعبقريته، نجاح يستمر مع عائلة أنطوان شوي. رح نكمل مشوارنا، زعلانين شوي في قصة صغيرة، بس ولكن الشباب قاتلوا وباطحوا وفرجوا على أنه لا نحن رح نصايب لازم يحسبوا المحسب، وهذا أهم شيء.